لا شك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعب الدور الكبير في وضع النقاط على الحروف. أهم كلمة فيه ليست الحقوق ولا حتى الإنسان، وإنما التركيز المتواصل الذي يفتتح كل فقرة لكل شخص، أي تحقيق النقلة الحقوقية من الفرد إلى الشخص. أما المعنى الأكبر له فهو الانتقال من البلد والقارة إلى البشر جميعا، وكالوصايا العشرة ثبتت المادة الخامسة الموقف من هذه الجريمة تعذيب، التي تنص: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في إذاعة من لا صوت لهم. السيد حسام، أهلا بك في حصة القيم الإنسانية لإذاعة من لا صوت لهم التي تهتم بالقضايا الإنسانية. أهلين سالين. أولا، من هو حسام؟ هل بإمكانك التعريف بنفسك للمستمعين الكرام؟ أنا حسام من مدينة بورت، نعم. عمري 23 سنة. مرحبا بك. هل أنت عامل؟ هل أنت طالب جامعي؟ لا، كما كملت دراسة تاعي وراني باش دايت كوين. أي دراسة؟ يعني في أي مجال؟ في أي تخصص؟ كهرباء حصارة. نعم. ما هي القضية التي تود اطلاع رأي العام حولها سيد حسام؟ لازلت الشرطة شغل تعرض للضرب. تعرض للضرب؟ تعرض للضرب من قبل الشرطة. هل لك أن توضح لنا كيف وجدت نفسك في مقر الأمن؟ يعني كيفاش حتى وصلت لمقر الأمن وتم ضربك من طرف الشرطة؟ أنا كنت في الحي المجاور. نعم. الحي اللي نسكن فيه أنا في مدينة ورقلة. إيه، تبرد. وكنت بعد كوميسارية، بعد ما نقول حلال مقر الشرطة. نعم. وكانوا دايرين حملة ولا دورية، ما فهمتش أنا على خلاص. كنت قاعد كما نقولوا قاعد أنا وصديق ليا. نعم. وجات لي الشرطة، جات لي الشرطة، ما فهمت حتى حاجة. أنا تبقى غير ذا يخو عندهم تما. قالوا لي باللي كنت في الحي، كنت يعني وش كنت؟ كنت بجوار الشرطة، بمقر الشرطة. بجوار الشرطة. نعم. صح، كنت واقف. يعني كنت واقف وتتكلم مع صديق ديالك؟ هذا مكان. نعم، خاطش هو هذا كله الحي تاعهم. ثم جيت لعند صديقي في الحي في ديكور. نعم. كنت هذا انا ما فهمت حتى حاجه. انا قارب حدايا الفيتون وزوج تويوتات حطوا لعندي، حطوا لعندي انا وصديقي. حكموا عليا انا، ضربوني ما فهمتش. اسكو راه هما زوج سيارات من نوع تويوتا والفيتو، هاك تقول لي لابسين شرطه ولا سيفيل؟ هل هم بالزي المدني او لابسين باللبس تاعهم؟ هم سيفيل باللبس تاعهم، بالزي الرسمي. نعم.
زي الرسمي تاعهم شحال كانوا فيهم؟ والله ما نكذب عليك كون 8 ولا 10 اشخاص مانيش عارف هكاك. نعم يعني كنت غير انت وصديقك جاو لكم 8 اشخاص؟ كنت انا وصديق كامل الناس كانوا كاينين الناس شوفينا وعندي الشهود اللي زعما اللي شافوهم ضربوني على غير على غير سبه. ضربوك فقط ما قالوا لكش السبب؟ ما كانش عندك سوابق يعني ما كانش مبحوث عنك؟ ما جامي عندي سوابق ما عندي حتى بروبليم على انا ديجا خدمت على مركز الشرطه رحت له غير باش ندير لونكات على الباسبور جامي دخلت لعندهم وجامي ما نعرفهمش خلاص وما يعرفونيش خلاص ما كانش عندك حتى مشاكل مع الشرطه ما بقيت دخلت لعندهم كي كملوا ضربوني كي ضربوني وداوني لعندهم ودخلوني للشرطه الداخل. هما ضربوك؟ اسكو قاموا بضرب الصديق ديالك؟ هل قاموا بضرب صديقك؟ تعرض للضرب بصح كيما نقول لك فاهم. هل داو لكم انتوما الاثنين ولا داو خصيصا؟ لا داوني انا وحدي داوني انا وحدي. يعني ضربوكم الاثنين ومن بعد داوك انت وحدك؟ صاحبي انا قعدت منش قعد معايا هرب. نعم شغل بازو عليا انا ضربوني ما طلبوش منك الوثائق الشخصية ما طلبوا مني والو هم داوني كي داوني المركز للشرطة عاود طيبوني بالخط وقالوا لي روح شغل عطيبوني بالخط وشغل ما داروا معايا حتى الاجراءات يعني كلي شبهوك جاو ضربوك داوك المركز الشرطة واش من مركز الشرطة ايه كتير كانوا غالطين فيا ولا ما فهمتش وعاود طيبوني روحت على راسي. كيفاش ضربوك؟ ضربوني وصلت لهم انه ياكلت لي بالحذاء تاعي على وجهي. بالحذاء؟ ايه لابوليس وصلت لهم انه ذلوني استدعي بالذل اصلا جيتهم. هما في ثمانية ضربوك ولا كل واحد؟ نعم شحال من واحد قام بضربك؟ ثمانية ضربوني. ثمانية تحماو عليك؟ ايه في ثمانية تحماو عليا. ومن بعد داوك في السيارة تاع الشرطة؟ ايه داوني في سيارة الشرطة وما داروا معايا حتى اجر كي جاو عندي الضربيات حسيتهم الى اي خافوا فاش انا قلت لهم نروح نشكي وبداوا منا طايقوني وقالوا لي ما كاين والو الى اي مركز امن اخذوا قاموا باخذك؟ كنا في الامن الثاني تاع تبسبس وعاود داوني الاول امن المقاطعة الثانية تاع تبسبس ومن بعد داوني تاع دائرة تكور تاع الامن الاول. مدى وقع في مركز الامن تاع ولايه تبسبس المقاطعه الاولى؟ شدوا اسمي ولقبي وهذا مكان وما داروا معايا حتى حاجه. هذا مكان قلت لهم عندك ضربوا منا وهذا وصروا منا قالوا لي كنت خبيت حاجه ولا ما باليش المهم اصلا كي كانوا يضربوا فيا كيف تضرب انسان ما تفركتوش قالوا لك كنت مخبي حاجه بالك جاهم بلاغ عليك ما عندهمش الحق يعني يكونوا ما عندهم حتى بلاغ عليا انا شكيت بلي راهم غالطين فيا حتى لو كان عندهم بلاغ ليا ما توصلش الضرب هذاك. سيد حسام ممكن تقول لنا بالتفاصيل يعني انت كيما وصلت لمركز الامن المقاطعه الاولى تاع تبسبس طلبوا منك الوثائق ديالك تجاوبوك على محضر ماذا تم؟ ما طلبوا لي حتى ورقه ما قالوا ليش عطوني لاكارت ولا حاجه ولا حتى كيما ما طلبوا لي حتى ورقه خاصه. اين تم سماعك داخل مكتب شغل فهموا من مروان جمله راهم غالطين فيا ولا ما فهمتش انا ولا كان دايرين حمله يدوروا دايرين حمله هذاك شغل ما فهمتش انا ما طلبوا لي حتى ورقه ما هي التهمه ما قالولكش التهمه اللي بسببها ما داروا لي حتى تهمه طيبوني روح ديريكت خلاص شغل ما ضربوني هما ما تلاقيت معاهم حتى حاجه. يعني عملية التعذيب تمت في الشارع لم تتم في مركز الأمن؟ ايه في الشارع قدام الناس قاعدة تشوف فيا. نعم وما هو الغرض من هذا التعذيب؟ هل حينما كانوا يقومون بالضرب كانوا يضربوا فيك الغرض من هذا الضرب وشنو هو؟ هل طلبوا منك معلومات؟ هل طلبوا منك الاعتراف بشيء ما؟ لا طلبوا مني حتى معلومات انا ضربوني انا ضربت من هشام انا ضربت. هل كانوا يستجيبونك مثلا؟ ما استجابوني ما والو قالوا لي راك خبيت عفسه هذه كيما ما عرفوش شو يقولوا لي قالوا لك خبيت عفسه بصح كنا خبيت عفسه نخبيها في وجوههم كيف ما فهمتش انا القهوه عندي فهمت فهمتش انا لحد الان مانيش عارف واش السبب اللي خلاهم يضربون. يعني الضرب كان مبرر؟ كون زعما قالوا لي قال اطلع معانا كنت راح نطلع معاهم ما قالوليش اطلع معاهم ضربوني ومن بعد باش طلعوني فهمتي. كم دامت عملية الضرب؟ كم دامت من الضرب؟ قريب 4 ساعة هما يضربوا فيا. 8 أشخاص؟ قريب 4 ساعة. وكيف كانوا يضربوك يعني العملية يعني الطريقة؟ يعني وصل عندي الأول خنقني ومن بعد الأخرى فدني بحشة وكملوا لي كيف ما أنا باش نقعد نفارق معاهم بينما ما نقدرش.
الاولى ومش من حقنا باش نستعمل قوه مع اصلا من الجمله مش انا يعني باش المسبوق عندهم اللعبه هذيك اللي حيرتني انا من قال المسبوق عندهم اللي كان اصلا في الصوالح نظموا ما يضربونيش خلاص يعني من كان يضربك شرطي ولا قائد شرطه ولا امن ما نعرفش انا اختي اللي قراد وماني هل اتجهت الى محامي ليدافع عن قضيتك؟ ايه من مدرسه راح ندير محامي ودرت واليوم عندي مقابله مع وكيل الدوله وكيل الجمهوريه ايه وكيل الجمهوريه يعني درت محامي قمت بتوكيل محامي لا المحامي مازال ما درتش باش تدير محامي لازم تطلب عليك دراهم وانا انسان مانيش خدام ويتيم وانا كبير في الدار وغير انا عندي غير انا وامي في الدار في يعني مازال ما قامش بالاجراءات مازال ما حررتش الشكوى قدمت رحت اليوم عندي مقابله مع الوكيل مع وكيل الجمهوريه درت عند الطبيب الشرعي درت سيرتيفيكا عند الطبيب الشرعي نعم تاع شحال مده العجز تاع العجز عن العمل كم يوم اعطاني 10 ايام 10 ايام تاع عجز عن العمل ومن بعد بهذاك الشهاده الطبيه قدمتها قدمت لي نفس الوكيل الجمهوريه كيفاش حتى عندك موعد اليوم مازال اليوم عندي معاه مقابله عندك معاه مقابله لانه اليوم يوم استقبال ولا اليوم هو استدعاك هو استدعاني اليوم استدعاك نتيجة شكوى ولا استدعاك عليه؟ أنا لقيت معاه رحت لعنده البارح نعم. رحت لعنده البارح قال لي أرواح غدوة باش تسمعنا اليوم على ساعتين نروح له باش نهضر معاه. اليوم الاثنين كان هناك استقبال رحت تكلمت مع السيد وكيل الجمهورية وعطاك موعد. قال لي أرواح نهار اثنين على الأربعاء اليوم على الأربعاء للساعتين. تاع أي محكمة؟ تابع لأي محكمة؟ محكمة تجورت. محكمة تجورت نعم. هل تعرضت لمضايقات بعد خروجك من مقر؟ لا هل تقلوا بك؟ هل تجدون تلقيت مع واحدين من اللي تلقيت مع واحدين من اللي ضربوني وقالوا لي ما كاين والو وشغل بغاو يسكتوا شغل قالوا لي ما كاين والو ما ترى والو يعني التعديل بعثوا لي ناس ثانية بعثوا لي ناس يعرفوهم ومن هناك شغل بغاو يخوفوني جاو لك ناس من الشرطة ولا ناس ناس والو من برا بس يعرفوا من جهة الشرطة على بالي بهم يكونوا من جهة الشرطة كيفاش قاموا على بالي بهم يكونوا من جهة ماشي تهديد شغل تاع ما تديرش حتى كيما هذه وما تشكيش بهم وراهم يقعدوا يفهموا يعني تعرفوا مضايقة درنا انهم يقعدوا مسالبينك طول حياتك وراك خاسر في هذا الأشخاص اللي جاو لك تعرفهم ولا ما تعرفهمش؟ العباد هذو نعم لا ما نعرفهمش كنا نعرفهم في زاج فكا تاع الاسم ونعرفهم متى لا هما جاو لك للبيت جاو لي للدار وتلاقيت معهم برا هل اتصلت بالمنظمات الحقوقيه الجزائريه لتبليغهم بالامر ما نعرفش التعذيب جريمه لا يمكن حجبها التعذيب جريمه لا يمكن حجبها هي جريمه ضد الانسانيه يعني هل اتصلت بالمنظمات الحقوقيه الجزائريه مثل الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان او امنيستي انترناسيونال ولا هل لتبليغهم بالامر منظمات حقوقيه؟ ما عرفتش كيفاش نوصل انا ما عرفتش كيفاش نوصل اون بليس يلحقني اضرب لا راني خاسر وديما راهي الدوله وما راح تخسر معاهم وما راح يديروا لك حتى حاجه وبالك يلفقوك لك تاسه ومن هذا ما نحكي والو لحد الان ما نحكي والو اللي نروح له اللي كيدين سيد حسام اهم ما يتعلق بجريمه التعذيب في الشرعه الدوليه لحقوق الانسان نجده في اتفاقيه الامم المتحده لمناهضه التعذيب التي وقعت عليها الجزائر هل فكرت في عرض قضيتك امام العداله الجزائريه يعني نعم لانك تجهت الى السيد وكيل الجمهوريه وعندك يعني انت حاب تكمل في القضيه تاعك حاب تتجه للعداله هي ماذا بيا نجيب حق ماذا بيا ينصروني ماذا بيا نجيب حقي انا نعم على نضرب على غير حاجه نورمالمون الانسان كيشوف الامن يشوف الامن يشغل يفرح ويعجبوا الحال ومنه مش يشوفوا نولي نخاف ولي نهرب منه ولا غير حاجه يعني لسوء الحظ ضحية أصبحت هي تخاف هي اللي تعرضت للضرب هي اللي تعرضت للتعذيب لكن تخاف تتجه للعدالة لأنها تخاف يعني هي اللي تولي متهمة وهي اللي تم إدانتها سيد حسام يحظر التعذيب وسوء المعاملة بموجب المعاهدات الإقليمية العامة الأربع لحقوق الإنسان المعتمدة حتى اليوم منها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة الخامسة منه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة الخامسة منه أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة الثالثة والميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 13 ومن الضروري التذكير بأن الطابع المنهجي والمنظم لارتكاب هذه الجريمة يثقل طابعها الجرمي حيث تصنف حينئذ جريمة ضد الإنسانية حسب إعلان روما 1992 منظمات حقوق الإنسان العالمية المنظمات الدولية
ليس بعد، لكن ما كانش كيفاش مازال يجب توجيهك من طرف يعني منظمات حقوق الانسان. نعم السيد حسام، ما هي رسالتك للاشخاص الذين قاموا بتعذيبك باسم الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه؟ مش راح نقول لهم انا مدبيه جاي حقي ومن جيتهم هما ورب العالي اللي عالم من جار انا ما وكيل ما ربي يصالي ما عندنا ما راح نجي. للتذكير فان المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر قد قاموا بجهود ضخمه نظريه وميدانيه من اجل فضح هذه الجريمه ووضعها في العراء. يعني حبيت نقول لك بلي تقدر تروح للرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان لا ليغ دي دووا دلوم. ما عندكمش تما في ورق لا مكتب؟ لا ما نظنش كاين في ورق لا مكتب. حاب نعطيك رقم هاتف هكذا تاع محامي داخل في الرابط الجزائري للدفاع عن حقوق الانسان، هو يوجهك بالك يعرف تما محامين في ورقلا باش يوقفوا معاك في القضيه ديالك. ايه ماذا بيا تعطيني نميرو محامي. قول له باش تعاونني نصيب محامين تما يوقفوا معايا في ورقلا، كاين محامين تماك ويوقفوا معاك ان شاء الله في القضيه ديالك. ان شاء الله يا ربي بارك الله فيك وكثر خير تشوفه. قول له هذه قضيه تاع العام. قول له فوالا احكي له حكايتك، هو يوقف بزاف مع الناس هكا مظلومين. ان شاء الله يا ربي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد الخاص بجريمة التعذيب التي لا تزال تمارس عندنا في مراكز الشرطة أو الدرك. أشكركم على حسن الانتباه والإصغاء. سيد حسام، هل بودك إضافة شيء ما، إضافة كلمة أو أمر ما كنت قد تجاوزت ولم أطرح عليك السؤال بخصوصه؟ لا بارك الله فيك. اصبح خالي وش حل من شاب ده بحر الطوفان. نشكرك على الوقت اللي منحته الإذاعة من نصلت لهم. نشكر المستمعين الكرام على الإصغاء المتابعة وإلى اللقاء.